الخبر الأول اللي عدنا عن أميرة الحسين واشتياقها الزايد لمحمد كريم. فأميرة الحسين نزلت على حسبها بالإنستغرام شوية ستوريات بهذه الستوريات تقول واحد إنه ما أنسى حبك للأبد، وشوية ستوريات من الواضح إنه كلش حزينة على فراق هاي ومحمد كريم. فمن واضح يا حبايب انه اميره الحسين واضح ان كل شيء مشتاق لمحمد كريم. ما ادري صراحه من احباب بالكومنتات شنو توقعاتكم لهذا الموضوع. نروح حاليا ليارا مار. فيارا مار نزلت على حسبها بالانستغرام شيت ستوريات بهذه الستوريات صارت لما خلالها انه هي راح تنزل لنا مقاطع كلش خرافيه عن مقطع عيد ميلادها اللي هو حيز اليوم السبت، وبنفس الوقت قاعده تصور لنا مقاطع هواي راح تكون الستوريات تشوفوها. لا بدي اروح اصور لكم فيديو جديد كثير حلو، وكمان جايبه لوك جديد لإلي، فبدي اخذ رايكم فيه وقت اللي ينزل الفيديو، وما بعرف يمكن انزل لكم ستوريات قبل، بس كثير حلو انا كثير حبيته. انا ايمت حينزل فيديو عيد ميلادك؟ فيديو عيد ميلادي حنزل لكم اياه يوم السبت كلياتكم تكونوا جاهزين عليه. فيديو كثير 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 حلو، قد ما بيكون حلو ما حتدري. اوكي كيف فيديو عيد ميلاد؟ نروح حاليا لياسو شنو اللي قالت على وسام تيكت. فكارولين وياسو امبارح فتحوا بث مباشر هم ثلاثهم ويا بعض، وبهذا البث كارولين سالت ياسو هل ممكن ترجع للفريق فافا نابولي؟ فياسو ردت عليها انه حاليا بالوقت الحالي ما عرضوا عليها هذا العرض، ولكن يمكن بالايام الجايه انه اذا عرضوا عليها ممكن هي توافق ويصير شغل بيناتهم. اما بالنسبه شلون هي التقت ويا وسام وتصالحوا، فيصار تقول انه من البدايه اساسا ما كانوا خلاف صار بيناتهم، وانه مريانا هي اللي تدخلت وصالحتهم. راح احط لكم لقطات تشوفوها. خلينا نسال، إذا قالوا لك ترجعي لفريق فافا نابولي ترجعي؟ وإذا إيه ليش وشو السبب، وإذا لا ليش وشو السبب، كل شيء يعني احكي. والحمد لله صحة فرج. هلا صراحة ما فيني جواب على السؤال ليش، لأنه أصلا ما انطرح هيك موضوع، عرفتي؟ فإذا يعني نحن هلا لسه رجعنا رفقات، فما بعرف اذا لسه حنرجع نفوت الشغل بيننا، ولا حيكون الشغل بطريقه اخرى مو مثل الطريقه قبل. ما بعرف يعني صراحه لسه، يعني ما فكرت بالموضوع عرفتي لحتى اقدر جاوب. صراحه فهمت عليك. يعني طيب. كثير في ناس عم يقولوا انه انت رجعتي كذا هيك، بس لا احنا فاهمين غلط. لا لا هي ما رجعت، انا باكد لكم يعني هي ما رجعت لسه، ما صار شيء يعني من هذا الشيء، ولما يصير هيك شيء يعني اكيد انتم اول ناس حتخبروا. يعني بالنهايه صدقوني ما في، يعني ما في داعي الواحد يضل حامل قلبه على حدا او يضل مثلا يضل حاقد على حدا طول حياته. يعني الشيء جدا طبيعي الانسان يتصالح مع انسان متزعل معه او ايا كان. فهمت عليك. يب. طيب اذا ما يعني اذا ما اخذتي جوابي فيك تساليني سؤال ثاني. نختم اخر شيء برايدر وياسو اللي هم فعليا تصالحوا. فياسو يا حبايبي البث المباشر مال امبارح صار تقول انه ماكو خلافات حاليا بينها وبين رايدر، ولكن من الواضح انه رايدر اساسا ما يعرف هذا الموضوع، فهو نزل على حسبه بالانستغرام هذا الستوري اللي يقول نتصالح. لا حبيبي دسات دسات. فاكتبوا لنا احبابي بالكومنتات هل توقعون ياسو خايفه من رايدر او لا. ننتقل حاليا لمحمد واني، واضح انه كلش ضايج وراح يبكي، فنزل شويه ستوريات صار يقول بيها انه كل ضايج ومقهور حاليا، ويطلب من المتابعين انه يساعدوه انه يمكن حيعتزل السوشيال ميديا. هل تتوقعون كل هذا الشيء سبب اشتياق البيسال؟ ما ادري صراحه احطكم هذه الستوريات استنتجوا من عدها. مرحبا حبايب الاعزاء، صاف على اليمين وصاف اني احكي هذا الموضوع للناس اللي بحبهم. عجب في حدا يساعدني ولا اضل ساكت؟ حبايب القلب رح احكي كل شيء بقلبي، ويا ريت تاخذوا الموضوع بجديه. للناس اللي بتحبني وللناس اللي عن جد بتحس بهيك مشاكل تعطيني نصيحة. أنا من بعد رمضان ليكم في شيء ما عم بخليني أحكي، والله العظيم الموضوع مو مزح يا إخوان، إنه في شيء ما عم يخليني أحكي هاي القصة. من بعد رمضان يا إخوان لاحظتوا إنه أنا خف تفاعلي على السوشيال ميديا، خف نشاطي، خف حماسي، ما ضل في اهتمام بشكلي بنادي مثل أيام قبل بيوميات كذا. صار في كثير قصص، 3 شهور 4 شهور صار لي حياتي مقلوبه، ومصور كثير اشياء بس مالي خلق انشرها. القصه ما فيها يا اخوان انه انا نفسيتي تعبانه، مو موضوع اكتئاب او اي شيء، القصه انه انا مكتب لي، بفهم شو يعني مكتب لي. قبل ما اكمل الستوري يا جماعه، يا ريت الناس تاخذ شوي الموضوع بجديه، ولا حدا يا له ضعف، لانه هي المشكله اللي ما صارت معه قبل المره ما بيعرف شو هي. موضوع مكتب لي في سحر علي، في مكتاب علي انه ينقطع رزقي،
اني اعلق معنا كل الناس اللي بحبهم، اتخالق مع الناس اللي حواليتي، اني اي مشروع ادخل فيه افشل، اني كل ما افتح قناتي اقرف، ما احب انزل فيديوهات لا على ستوري لا على ستوري لا على السوشيال ميديا، اي شيء اعمله ما لي مقتنع فيه. هذا الشيء عم بيصير معي كنفسيا، وانا ما فيني شيء، يعني انا ما لي حزنان، ما لي مكتئب الحمد لله، مو ناقصني مصاري، بس هذا الشيء عم يصير فيني انا هيك، انه بحس حالي مشغول. بطلوا هنا وصلت المقطع، من المقطع عجبكم فجروا هذا المقطع باللايكات، انتظروا مقطع باشر الحلقات الثانيه وبس، مع السلامه.